ولنقاش تحذيرات معهد واشنطن الأمريكي من تزايد جريمة الاتجار بالبشر في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان محمد عماد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم سيدتي. حذر معهد واشنطن الأمريكي من تزايد جريمة الاتجار بالبشر في العراق، ما الأسباب التي تجعل هذه الجريمة تنتشر وتزداد معدلاتها في المجتمعات؟ نعم، في البداية تحية لك وللسادة المشاهدين. تأكيدا لما ذكره معهد واشنطن في تقريره المطول عن ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق، نؤكد أو من الممكن أن نجمل الأسباب كالآتي: أولا، ضعف الوضع الاقتصادي أو تردي الأوضاع الاقتصادية في العراق، وهنا مفصل بها الأمرين اللذان يترتبان على هذا العامل الأساسي، وهو الفقر والبطالة، هما السببان الرئيسيان لانتشار هذه الظاهرة في محافظات العراق، لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية يوما بعد يوم تتجه إلى الأسوأ في العراق. هذا أولا. ثانيا، أيضا غياب الرقابة القانونية الحقيقية من قبل السلطات. في أي دولة نفقد غياب أو عدم وجود رقابة قانونية أو عدم وجود ملاحقة حقيقية من قبل المؤسسات القضائية والقانونية، نجد أن هناك تظهر العديد من الجرائم التي تطفو على السطح، لا سيما جرائم الاتجار بالبشر. أيضا يمكن أن نقيس الأمر على وجود حالة من الانفلات الأمني في العراق بشكل خاص. عندما تحدث عن الحالة العراقية، هذا الأمر هو الذي ساعد على انتشار مثل هذه الظاهرة، لا سيما في السنوات الأخيرة. انطلاقا من هذه الأسباب التي ذكرتموها، ما العوامل التي طرأت لتتحول هذه الجريمة إلى ظاهرة في العراق، العراق الذي كان من أكثر المجتمعات أمنا ومحافظة قبل الاحتلال الأمريكي له؟ بالفعل، وهذا الأمر هو للأسف، عندما نجد العراق كدولة كانت في السابق قدر ربها المثل في الأمن واستتباب الأوضاع الداخلية، الآن أصبح الأمر بشكل معاكس تماما ومغير تماما. أولا، دعينا نتحدث بشكل واضح أن غياب رقابة السلطات العراقية ولا سيما السلطات الأمنية، هذا السبب الرئيسي الذي عكسه التقرير وتعكسه العديد من التقارير الحقوقية والحالات التي يتم رصدها وتوثيقها بشكل منفرد من قبل المؤسسات الحقوقية. هذا أولا. ثانيا، وهذا الأمر والسبب مستعجب جدا حقيقة، عندما تم رصد العديد من حالات الرشاوي داخل المؤسسات الرسمية، الأمر بسبب عندما يتم الإلقاء القبض على بعض العصابات أو الأشخاص الذين يقومون بمثل هذا السلوك، هذا الأمر ساعد أو شجع أولئك الأشخاص أو تلك العصابات في الاستمرار بسلوكها الإجرامي، طالما أن هناك لا يوجد مساءلة قانونية. هذا أولا. ثانيا، عندما يعلمون بأن الأمر يمكن حله عندما يتم دفع رشاوي للأسف في بعض المحافظات وفي بعض المناطق، وبالتالي من أمن العقاب سيزداد في ممارساته السلبية والإجرامية. أضف إلى ذلك ما ذكرناه في الأسباب الرئيسية والعامة من ضعف الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة التي وصلت إلى أكثر من 30% وارتفاع معدلات الفقر في العراق. وأخيرا، كان أيضا أزمة كورونا وما كان لها من تأثير سلبي حقيقة في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العراق بشكل خاص. ما أنواع جريمة الاتجار بالبشر الأكثر انتشارا في العراق، وهل التسول الذي أصبح ظاهرة تقف وراءه عصابات؟ بالفعل، عندما تحدث عن ظاهرة الاتجار بالبشر داخل العراق، هناك عدة أنواع منها. النوع الأول، عندما يتم الاتجار بالبشر ومن أجل بيع الأطفال لعائلات لا تستطيع الإنجاب أو ليس لديها أولاد، هذا أولا. ثانيا، هناك نوع أخطر، عندما يتم الاتجار بالفتيات اللواتي أقل من سن المراهقة بالمناسبة، وتقرير معهد واشنطن وغيره من التقارير الدولية أثبتت أن أعمار الفتيات التي يتم اختطافهن وتشغيلهن في هذه العصابات أقل من 13 عاما. أيضا، هناك نتيجة لغياب النسيج المجتمعي المتكامل في العراق لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، أصبح يتم تزويج الفتيات القاصرات بمثل بحجة الزواج عفوا لكن يتم استخدامه في عصابات الاتجار بالبشر. ناهيك عن ظاهرة التسول، وأيضا للأسف
هناك ظاهرة خطيرة تنبع من الاتجار بالبشر وهي التجارة بالأعضاء، الاتجار بالأعضاء سواء كان داخل العراق وخارج العراق، وهناك نسبة قليلة جدا يتم فيها الاتجار بالبشر وترحيل هؤلاء الأطفال أو الأشخاص إلى خارج العراق وبيعهم في الأسواق الخارجية للأسف واعتبارهم كسلعة. هذه هي الأنواع التي تم رصدها بشكل متغير ومتنوع من قبل المؤسسات الحقوقية، لكن تبقى الجريمة هي جريمة متكاملة أيا يكن نوع هذا أو هذه الممارسة التي تقوم بها تلك العصابات. ما سبل الحد من انتشار هذه الجريمة والحفاظ على كل المواطنين أو على الأقل فئة الأطفال لحمايتهم من هذه الجرائم؟ نعم، الأمر يقع بشكل أكبر على عاتق الحكومة العراقية وأيضا البرلمان العراقي. لا يمكن إنكار الجهود التي تم بذلها سابقا من قبل البرلمان العراقي من ناحية إقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط وأيضا عقوبات رادعة بشكل أكبر، هذا أولا. ثانيا، الحكومة العراقية التي يجب عليها أن تفرض سيطرتها الأمنية وتبتعد عن، للأسف نقول هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية والعصابات المسلحة التي ينبثق منها الاتجار بالبشر، هذا الأمر يجب وقفه بشكل رئيسي وفعال من أجل أن نتحدث عن خطوات أكثر تقدم في موضوع وقف الاتجار بالبشر. نعم، باعتباركم أشرتم إلى بيع الأطفال، هذه الظاهرة ربما تناولناها أيضا في الأخبار حول قيام أرباب الأسر ببيع أطفالهم، إلى أي مدى تشكل الحاجة والحالة الاقتصادية المزرية التي تعيشها الأسر في انتشار هذه الجرائم بالمجتمع العراقي؟ نعم، الصوت غير واضح للأسف. محمد عماد كان معنا وهو مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. شكرا جزيلا لك.